السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. طبعا اليوم راح أكلمكم على لعبة الهايبر فرونت وكيف تقدروا تنزلوها. بهذا المقطع حأرجيكم خطوة بخطوة شو اللي بدنا إياه وشو لازم تسووا وكيف تقدروا تنزلوها وتلعبوها من دون ما يطلبوا منكم الـ SDK للعبة. طبعا قبل ما نبلش بهالمقطع، لو مو مشتركين بالقناة أهلا وسهلا فيكم، يا ريت تشتركوا بالقناة وتكتبوا لي تعليقات لو عندكم اي استفسارات، وكمان تقدروا تدخلوا على الديسكورد وتحكوا معنا عن طريق الديسكورد. في عنا مجتمع في الديسكورد موجودين كلهم بالروابط، ومبدئيا نحن حنستعمل الديسكورد حتى ننزل البرنامج. منبلش، اول شيء بندخل على سيرفر الديسكورد مثل ما قلت لكم بالرابط موجود تحت. طبعا هذا سيرفر الديسكورد تبعي، متى ما ضغطت على الرابط بياخذك على هاي الصفحة، لازم تقبل الشروط الموجودة هون تحت. متى ما قبلت الشروط طبعا حيفتح لك الغرف هدلون كلياتها. بدك تروح على اختار لعبة، تختار اللعبة، في عندك الالعاب هدلون يلي تحت كلياتهم يلي هنن هدلون. بدك تختار منهم اللعبة اللي انت بتلعبها واللي حابب تتواصل مع المجتمع تبعيتها. بهالمقطع رح نختار لعبة الهايبر فرونت يلي هي هاي. طبعا متى ما اخترت عليها حتفتح لك روم بتكون مقفولة اسمها هايبر فرونت هون. بهي الروم انا منزل رابط لتنزيل الابليكيشن يلي بتقدر تحمل منه اللعبة يلي هو هاد. بتضغط عليه بتنزل هذا البرنامج، متى ما نزلته بينزل عندك اسمه تاب تاب. هلا انا مبدئيا منزل اللعبة، يعني اذا ضغطت على البرنامج فتحت ودورت على لعبة هايبر فرونت حيطلع عندي بلاي، تمام، لاني منزلها. بقى شو حسوي انا هلا؟ حاحذف اللعبة. طبعا خلينا نحذف اللعبة ونرجع ننزلها من اول وجديد. نسوي لا انستول وبتروح اللعبة من عنا، تمام. هلا نحن ما عنا اللعبة، بنفوت على برنامج تاب تاب مثل ما قلت لكم، بتدوروا على اللعبة، بتحطوا سيرش. في عندكم هون شيء اسمه اول وفي شيء اسمه جيمز. بتروحوا على جيمز لو ما حصلتوها بأول، بتروحوا على جيمز هي بتكون موجودة تاني وحدة، هو بيكون في عندكم تنتين، وحدة بيقول لك انه بري ريجسترد والتانية بتقدر تنزلها، وبتضغط على داونلود. بنبلش بتنزيل هاي اللعبة وبنشوفكم بس يخلص التنزيل ان شاء الله. ورجعنا لكم مرة تانية. طبعا صرنا باخر التحميل 99%. اللعبة اتحملت اوريدي، هلا بيقول لك انه سوي لها داونلود. طبعا يا شباب لا تنسوا اللايك وشير المقطع والاشتراك بالقناة مثل ما قلت لكم، ولما تدخلوا على الديسكورد تقدروا تكتبوا في الروم تبعية اللعبة اللي هي الهايبر فرونت لو بدكم اي مساعدة، بدكم اي استفسارات. بنضغط على انستول، وحسابي بتويتر طبعا موجود تحت، دائما موجود، وان شاء الله بنساعدكم. تمام، install successfully من إلا launch. هلا اللعبة بتبلش. طبعا أول شيء حيساوي تحديث، حيقول لك إنه permission required وبدك تعطي أوكي عشان تساوي له allow عشان تشتغل اللعبة. هلا بيساوي له update، بيقول لك إنه هي لازم تساوي restart وبتساوي له restart. هلا هون لازم تنتبهوا شو لازم تسووا حتى تقدروا تدخلوا على اللعبة من دون أي مشاكل. هلا بتساوي اللعبة update. ومتى ما عملت الابديت مثل ما قلت لكم حنساوي له ريستارت، بيقول لك انه بدك تساوي له ريستارت، تعطي كونفيرم، وطبعا هو حيساوي له ريستارت او انت بتفتح اللعبه مره ثانيه. اذا ما بدك تفتحها من هون اكيد بتكون نزلت عندك في الجيم لانشر او وين بيطلع الجيمز تبعيتك. طبعا هلا بتساوي لودينج، بيطلع لك الشروط وبدك تساوي لها accept، وهلا بتشوفه بالمقطع. طبعا هي اللعبة حلوة صراحة، شبيهة كتير لفالورانت لو بتلعبوا فالورانت على البي سي، ممتعة خاصة لما تلعب مع أصحابك، فيها روح التحدي وفيها أشياء مختلفة يعني ما موجودة بالموبايلات، ألعاب الموبايلات غير ألعاب ببجي والباتل رويال. تمام، هلا بتطلع لك طبعا هاي بتتساوي لها إغلاق، بعدين بتسوي لوج ان. بس هون لازم تضغط على هاللون الاسهم اللي هون ثلاثة وتسوي لوج ان عن طريق التويتر.
متى ما اعطيت التوتر اعطيه اوثرايز، ممكن يعطيك خطا اول مره ما في اي مشكله، بترجع تحطها مره ثانيه وبترجع بتعطي اوثرايز. بصير عندك اوثرايز، بعدين بتساوي لوجن، بعدين ستارت، بعدين بتساوي لو اكسبت، وهلا انت حاليا باللعبه. طبعا هدلون العروض بيحطوا لك اياهم بالجيم، بتقدر تلعب اللعبه، بتقدر تلعب ماتش، بتقدر تلعب رانك، بتقدر تلعب اي جيم بدك اياها. مثل ما قلتلكم في عنا كلان، لو حابين تشتركوا اهلا وسهلا فيكم تدخلوا بالكلان، وكمان بعطيكم الاي دي تبعي لو حدا حابب يضيفني. هذا هو الانفيتيشن كود تبعيتي، اهلا وسهلا فيكم. لو حابين نلعب مع بعض تقدروا تضيفوني ونساوي سكواد ونلعب رانك ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا المقطع، ومثل ما قلت لكم لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير المقطع، وتكتبوا لنا بالتعليقات لو عندكم اي شيء، او تكتبوا لنا بديسكورد لانه انا بديسكورد والشباب موجودين، وطبعا بنجاوب دائما بروم يلي هي الهايبر فرونت تبعيت اللعبه. منشوفكن على خير، وبترككن مع الجيم بلاي. مشاهدة ممتعة. ومنبلش بجيم ديث فايت. ما بعرف اذا نزلت عليها مقطع على هالمرة. بنختار الشخصية اللي انا متعود عليها اللي هو بلاست. طبعا ممكن يدخلونا مع بوتات. هذا الجيم مود اغلبيته بيكون بوتات، بس احيانا بيطلع مثلا لاعبين او ثلاث لاعبين حسب السيرفر او الريجن اللي انت موجود عليه. طبعا الريجن بتختاره وتنزل اللعبه اول ما تدخل على الجيم وتساوي حساب مع تويتر. انا مساوي عندي تايلاند، لو حابين تلعبوا معي لازم تسووا تايلاند حتى نقدر نضيف بعض، لانه اذا انتم كنتوا كندا او ريجن ثاني وانا كنت تايلاند ما بتقدروا تضيفوني عندكم او اضيفكم انا. Warming up. طبعا هلا warming up. سلاح مفضل حيكون السار. Headshot. هاي طبعا الأخطر من كل شيء. يعني ما في حاجة إنك أنت ترجع تعبي السلاح أو هي بتعطيك أمر فأقول لك السلاح ودي اجرب السنايبر، بس المشكلة انه بعد مش مظبط السنسيتيفيتي اللي عندي. هيد شوت دبل كيل. هيد شوت. طلع لي اكثر من واحد حصرونا يمين يسار وفوق، ومن وراي كان في واحد ثاني. طبعا هي ال 20 كيل. دبل كيل. تريبل كيل. يمكن معي ثلاث لاعبين. انا ليش حاسس ان احنا شوفوا كيف الأمر بيرجع لحاله. 25 هيد شوت. هذا المكان بيكون فاضي بالعادة، بس هذا عم ينطط شكله أبدا مشطط. Kill. جنرال، طبعا غيرت السلاح كان بدي اعبيه، بس
ما لحقت اخذ الدم. One kill remaining. No, 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 no. باقي لي كل واحد. End like this. أو لا مش أنا باقي لي كل، باقي لي 2 كيل. Third. جي جي، هذا كان جيم سريع. إن شاء الله يكون عجبكم المقطع واستفدتوا من المقطع بالكامل ونزلتوا اللعبة بدون أي مشاكل. ومثل ما قلت لكم، لو عندكم أي استفسارات أو أي شيء تحطوا لي إياها في التعليقات تحت أو في سيرفر الديسكورد بروم يلي هي الهايبر فرونت، وإن شاء الله دائما موجودين وحاضرين لنساعدكم. لا تنسوا الاشتراك واللايك وتسووا شير، ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.